30 سنة، وكان بيطلع له بقع في دقنه ما فيهاش شعر. تمام. راح الحوض المرصود وكان كتب له على برشام كورتيزون، اخده وبرده ما جابش نتيجة. المهم ان هو عمل حقن في الاخر وبرده نفس القصة ما فيش نتيجة. المهم ان بدأ ينشر كمان بقى في دراعه، يعني فوق الساعة كده بشوية، بقع كده في دراعه من فوق ومن تحت عند الكوع كده بشوية، بقع ما فيهاش شعر. مساحات قصدك ما فيهاش شعر؟ اه مش بقع. اه تمام. كذا حد كذا دكتور قال له دي حالة نفسية. ماشي، ما هو حالة نفسية، بس يعني علاجها ايه برضو؟ المهم ان هي بدأت تنشر، المشكلة ان هي بدأت بتنتشر بطريقة جامدة. عينيا يعني حاضر، تسلم عينك يا دكتور. هقول لك. حضرتك عارفة صفحتي على الفيسبوك؟ اه يا فندم. طيب احنا هنعمل حاجتين. تمام. معاكي ورقة وقلم؟ اه يا فندم معايا. في كبسولات اسمها بانتوجار، دواء اسمها ايه مصري. معلش؟ بانتوجار. هنقول اسم كده بالراحه علشان الناس بتلخبطوا في الاسم. اسمها بانتوجار. تمام يا فندم. كويس؟ ماشي. في الصيدليه يقول لك في مستورد ومصري، يقول له عايزه بمصري. ماشي. تمام؟ تمام. بياخد كبسوله بعد الاكل 3 مرات في اليوم. تمام. ماشي. انا اخر 3 بوستات انا كاتبهم النهارده وامبارح. ماشي. في ناس سالوني النهارده الصبح في بوست فيهم على الثعلبه. اه. هتلاقيني حضرتك مصور الروجيتا بتاعتي؟ موجودة معايا التركيبة. اه برافو عليكي. التركيبة دي اعمليها في اقرب صيدلية لحضرتك. خلاص مفيش مشكلة. بيجيب قطعة قماش صوف طبيعي. اه. بيحط في الدواء والحتة اللي ما فيهاش شعر. اه. يدعك خفيف مش جامد، انا مش عايز اصنفر على فكرة. تمام. خفيف يعني. لمدة 5 دقايق كل يوم، والكبسولات الثلاثة يوميا لمدة 3 شهور، الشعر ان شاء الله يطلع في كل المساحات. بإذن الله. طب يعمل اللي حضرتك قلت عليه بالصوف ده كام مرة في اليوم؟ مرة واحدة بالليل. مرة واحدة؟ بالليل. طب هي دي ثعلبة يا دكتور؟ أيوة ثعلبة. ماشي، متشكرة جدا لحضرتك. شكرا يا حبيبتي. ليكي سؤال تاني؟ شكرا، متشكرة جدا. شكرا لاتصالك، شكرا يا حبيبتي.